انا تسنيم محمد اسماعيل، ان شاء الله دلوقتي هنعمل كده ملخص سريع للمحاضره الاولى في الباثولوجي بعنوان الجلوميريال ديزيزز. طيب انا في الاول خالص، هو المحاضره بتعرفني ان انا الكيدني دي مكونه من الفانكشن يونت بتاعتنا اللي هي النفرين. طيب النفرين ده زي ما احنا عارفين هو مقسم لكذا بارت، عندي مثلا الجلوميريولاي، عندها بعد كده التوبيوز سواء كانت البروكسيمال كونفولوتد توبيوز او لوب اوف هالين او الديسل كونفولوتد توبيوز، وبعد كده الكولكتنج دكتس، وبعد كده بنبدا ان احنا نوصل للانتر. طبعا ما بينهم في عندي انترستيشال تيشو وعندنا بلاد فيسلز واصله للكيدني. تمام. طب هي دي كده الاجزاء المختلفه بتاعه الكيدني، فبالتالي هي دي الاجزاء اللي انا هتكلم عليها لما اجي اعمل ديسكشن للباثولوجي اللي هي ممكن تحصل في الكيدني. خلاص كده. طيب احنا بس عايزين نعرف ان انا دلوقتي الكيدني دوت عضو، خلاص لو حصل عندي مشكله في اي بارت منهم فبالتالي هي هتاثر على الفانكشن وهتاثر على الاداء بتاع باقي البارتس بتاعتها. خلاص كده. فهو ده اللي هو بيبدا يعرفنا بس فيه في الاول، ان انا لو حصل عندي دامج تو اني اوف ذا كومبوننتس هيبدا ان هو يعمل افكت تو ذا اذر. تمام. عشان كده ذا التيميت ريزلت اوف اني كرونيك رينال ديزيز، ان انا لو حصل عندي اي كرونيك رينال ديزيز، يعني انا دلوقتي حصلت مشكله في اي جزء من اجزاء الكيدني بس الموضوع ده بقى كرونيك، ففي الاخر هتوصل عندي ايه؟ ان انا يحصل ديستركشن لكل الكيدني كومبوننتس اللي هي الاند ستيج كيدني. تمام. وزي ما اتفقنا ان انا النفرين هو بالنسبه لي ايه؟ هو بالنسبه لي الفانكشنال يونت بتاعه الكيدني. طيب انا النهارده باذن الله عايزه اتكلم على ايه؟ على اول بارت من الديزيزز اللي هو هيكون ليه علاقه بالجلوميرولاي. تمام. فاحنا زي ما احنا عارفين ان انا لما اتكلمنا على النفرين طبعا بقى في الهيستولوجي بقى وكده، فاحنا عارفين ان انا اول بارت من النفرين هو مين؟ هو الجلوميرولاي. خلاص. فبالتالي انا اول جزء هتكلم عليه هو الجلوميرولاي ديت لما يحصل فيها مشكله. طيب انا دلوقتي الانفلاميشن لما تحصل في الجلوميرولاي هسميها ايه؟ هسميها جلوميرولونيفرايتس. يبقى بالتالي يعني ايه جلوميرولونيفرايتس؟ كلنا عارفين ان السفكس ايتس معناها ان انا حصل فيه عندي انفلاميشن، يبقى بالتالي لما اقول جلوميرولونيفرايتس معناها ان انا حصل عندي انفلاميشن ودامج في الفلترنج بارت اوف في الفلتريتنج بارت اوف ذا كيدني، وهو ده طبعا اللي هو ايه؟ اللي هو الجلوميرولس. اوكي. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم في الباثوجينيسيس بتاعه الجلوميريال انجري بشكل عام. يعني انا هنتكلم مثلا عن حاجه اسمها نيفراتيك ديزيزز، هنتكلم عن حاجه اسمها نيفراتيك سيندروم. فانا في الاول خالص عايز اعرف هو ايه المشكله اللي ممكن تؤدي لمشاكل عندنا في الجلوميرولاي، ايه الحاجات اللي ممكن ان هي تسبب جلوميريال انجري. فهو بيقول لحضرتك ان انا الجلوميريال انجري دي ممكن ان هي تكون والله برايمري عادي جدا، الشخص ده ما كانش عنده اي حاجه وحصلت عنده مشكله في الكيدني، او ممكن هي تكون سيكندري تو اذر ديزيزز. طيب انا بقى اهم حاجه والحاجه اللي احنا عايزين فعلا نتكلم عنها هي المين كوز اوف الجلوميرولار انجري اللي هي بتكون اميونولوجيك. خلاص كده. يعني ايه؟ يعني ان انا في عندي مشاكل في الاميونيتي، المشاكل دي بتتعكس على الكيدني وبتبدا ان هي تسبب ايه؟ جلوميرولار انجري اللي هي بالتالي هنتكلم عن الجلوميرولونيفرايتس. بنلخص بقى الموضوع ده ان انا دلوقتي يا شباب عايزين نتكلم على ايه؟ على اميونولوجيكال بروبلمز، صح؟ طيب انا الاميونولوجيكال بروبلمز، انا دلوقتي في الاميونيتي عندي تو مين كومبوننتس. ايه هما التو مين كومبوننتس دول؟ قال لي والله انا عندي انتي بودي ميدييتد اميونيتي او ان هي تكون سيل ميدييتد اميونيتي، صح؟ طيب الفكره كلها بقى في الانتي بودي ميدييتد دي ان هي ممكن تكون تو تايبس. ايه هما التو تايبس؟ ممكن ان انا الانتي بوديز دي اتكونت جوه الكيدني نفسها. تمام. يعني ايه؟ او ضد ستراكشرز موجوده جوه الجلوميرولاي نفسها. خلاص كده. يبقى انا دلوقتي اول حاجه في الانتي بوديز ان انا يكون في انتي بوديز، بس الانتي بوديز دي جايه علشان خاطر تهاجم ستراكشر معين جوه الكيدني. يبقى دي كده اول حاجه بنسميها انسايتو اميون كومبلكس. تمام. يعني ايه انسايتو اميون كومبلكس؟ يعني ان انا جالي انتي بودي من بره الكيدني علشان خاطر يعمل اتاكينج للستراكشر موجود جوه الجلوميرولاي بتاعه الكيدني نفسها ويكون بعد كده اميون كومبلكس. تمام. ودوت اللي احنا بنعرفه بتايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. التايب الثاني من الانتي بودي ميدييتد برضو، المره دي بقى ايه؟ ما بيكونش الانتي بودي ده جاي علشان خاطر يعمل اتاكينج للستراكشر جوه الكيدني. قال لي لا، المره دي انا اساسا بيكون في عندي انتيجن، الانتيجن ده بره الكيدني خالص وما لهوش علاقه بيها، والانتيجن ده مثلا وليكن توكسين مثلا من بكتيريا معينه اتكون ضده انتي بودي. الفكره بعد كده ان انا حصل انتيجن انتي بودي رياكشن وتكون عندي اميون كومبلكس اللي هو عباره عن الانتيجن وماسك فيه الانتي بودي. طيب الاميون كومبلكس ده بيفضل عندي سيركليتنج في البلد، مفيش اي حد بيمسكه لحد ما يوصل عندي لجوه الجلوميرولاي بتاعه الكيدنيز، يبدا انه يحصل ليه تراكنج. يعني ايه تراكنج؟ يعني يتحبس جوه الجلوميرولاي وما يقدرش ان هو يطلع منها، فيبدا ان هو يعمل عندي اميون كومبلكس ديبوزيتس، وديت برضو من الاسباب اللي بتسبب عندي جلوميرولار انجري. خلاص. طيب دول كده الحاجتين اللي هما تبع ايه؟ اللي هما تبع الانتي بودي ميدييتد. طب ممكن اصلا الاميونيتي دي تكون انتي بودي او سيلز، فبالتالي عندنا بقى النوع الثالث ان هو تكون سيل ميدييتد اميونيتي، هي دي كانت السبب في الجلوميرولونيفرايتس اللي هي بتمثل ايه؟ تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. طيب خلينا بقى نتكلم كده عن كل واحد بشكل بسيط برضو وسريع كده. اول حاجه خالص الانتي بودي ميدييتد زي ما اتفقنا اول نوع منها ان هو بيكون انسايتو اميون كومبلكس، وعرفنا يعني ايه انسايتو اميون كومبلكس، ان انا دلوقتي اتكون عندي الاميون كومبلكس ده جوه الجلوميرولاي بتاعه الكيدني نتيجه الانتي بوديز كانت جايه تعمل اتاكينج للستراكشرز اوريدي اصلا موجوده في الكيدني. تمام. وده مهم جدا جدا نعرف ان هو عباره عن تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، مهم جدا 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 التايبس دي لان هي يعني فعلا كي لحاجات كتير قوي. اوكي. طيب انا دلوقتي بقى لما الانتي بودي ده
اتفقنا ان انا الانتيجين هنا جوه الجلوميرولاي نفسها. فقال لك والله ان الانتيجين ده ممكن يكون البيزمنت ممبرين نفسه. يعني احنا لو رجعنا كده تمام، فهنلاقي ان انا بالنسبه لي دوت كده ايه، دي كده بالنسبه لي كلها الجلوميرولاي. خلاص عندي دي كده مثلا الافرنت ارتريو، وهنا دي كده الجلوميرولار كابيلاريز. خلاص وفي هنا طبعا بقى ايه اللي هي الاندوثيليال سيلز، وهنا مثلا اللي هي الابيثيليال سيلز والبودوسايتس بتاعه البومنز كابسول. تمام، وعندنا ما بينهم البيزمنت ممبرين صح. تمام، يبقى انا دلوقتي دوت كده اللي هو بيمثل ايه، ده كده بيمثل لي البيزمنت ممبرين. فهو بيقول لحضرتك ان ممكن البيزمنت ممبرين ده نتيجه اوتو اميون ديزيز يبدا ان الجسم يحس ان هو انتيجين، فيبدا الجسم ان هو يكون ضده انتي بوديز. فالانتي بوديز المره دي هي رايحه تهاجم ايه؟ المره دي الانتي بوديز ديت او ده عباره عن اوتو اميون ديزيز. الانتي بوديز اتكونت ضد ستراكشر اوريدي اصلا جوه الجسم، والمفروض ان هو ما يكونش انتيجينيك، اللي هو مين؟ اللي هو البيزمنت ممبرين. ففي الحاله دي بنسمي ايه بقى؟ بنسمي ان اللي حصل هنا انتي جلوميرولر بيزمنت ممبرين نفرايتس. يبقى احنا لو جينا نفهم كده يعني ايه، نقراها كده من اليمين للشمال عشان نفهمها، ده عباره عن نفرايتس او جلوميرولر نفرايتس. حصل عندي الانفلاميشن ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا حصل تكوين لانتي بوديز، الانتي بوديز دي اتكونت ضد البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولاي. تمام، يبقى انا اول حاجه خالص ان انا الانتيجينيك ستراكشر المره دي بيمثل مين؟ بيمثله البيزمنت ممبرين. تمام، الجسم بدا يهاجم في البيزمنت ممبرين اللي هو المفروض اصلا يكون نون انتيجينيك، لكن الجسم بدا يعتبره عدو ويهاجم فيه. خلاص كده. طيب الاكزامبل على ده اللي هي الجود باستر سيندروم او جود باستر ديزيز، ده هو الديزيز اللي هو اكزامبل يعني على ايه، اللي هو اكزامبل على انتي بودي which reacts directly with the tissue antigens، اللي هي في الحاله دي جود باستر سيندروم. الانتي بوديز بتبدا ان هي تعمل رياكشن مع مين؟ مع الجلوميرولر بيزمنت ممبرين. طيب حاجه تانية بقى ان انا يكون في انتي بوديز بس اجينست بلانتد انتيجين. يعني ايه بقى بلانتد انتيجين؟ يعني ان انا المره دي وليكن ان انا عندي مثلا بكتيريا او فيروس او وات ايفر ان انتيجينيك ستراكشر، المهم ان هو مش الكيدني تيشوز نفسها. خلاص الانتيجينيك ستراكشر ده كان موجود مثلا في البلد او بدا ان هو يوصل للكيدني بطريقه او باخرى. اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان انا دلوقتي بقى موجود على الكيدني على الجلوميرولاي بتاعتها انتيجينز. خلاص، والانتيجينز دي الجسم بيطلع ضدها انتي بوديز، تبدا الانتي بوديز ان هي تمشي في البلد لحد ما تقابل الانتيجينز دي وتعمل معايا immune complexes. طب انا دلوقتي الانتيجين دي اصلا كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الجلوميرولاي، فبالتالي الاميون كومبلكس اللي هيتكون برضو عندي جوه الجلوميرولاي، ويبدا ان هو يسبب ايه؟ يبدا ان هو يسبب هو كمان جلوميرولر انجري. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا اول واحد اللي هو عباره عن انتي بودي ميديتد، واتفقنا ان هنا انسايتو اميون كومبلكس. انسايتو يعني ايه؟ يعني جوه الاورجن نفسه اتكون الاميون كومبلكس. خلاص، فاحنا عرفنا هنا ان دوت ممكن يكون في انتي بوديز عملت رياكشن مع التيشو انتيجنز. خلاص، زي مثلا انتي بوديز اللي كونت ضد الجلوميرولر بيزمنت ممبرين، وفي الحاله دي اللي هو الاكزامبل عندنا هو الجود باستر سيندروم. تمام، او ان الانتي بوديز لا ده هي اتكونت ضد انتيجنز، ما هياش ضمن الجلوميرولر ممبرين، ولكن ايه، ولكن الانتيجنز دي حصل لها بلانتنج جوه الجلوميرولاي، فبالتالي كون ضدها انتي بوديز وعملت برضه الاميون كومبلكس فين؟ جوه الجلوميرولاي. ودوت طبعا اشهر اكزامبل عليها هو الممبرينس جلوميرولونيفرايتس. طيب لو انا دلوقتي بقى جيت اتكلم على اللي هي الانتي جلوميرولر بيزمنت ممبرين نفرايتس اللي احنا اتفقنا ان الاكزامبل عليها كان اللي هو الجود باستر سيندروم، فحضرتك هتلاقي زي ما قلنا كده ان الانتي بوديز هنا اتكونت دايركتلي اجينست مين؟ اجينست الجلوميرولر ممبرين بتاع الكيدنيز. خلاص، طيب حصل عندي بقى ايه الفكره بقى دلوقتي؟ ان انا الجلوميرولر ممبرين ده هو كله بقى انتيجينيك، فبالتالي الانتي بوديز هتبدا ان هي تتكون وتبدا ان هي تعمل اتاكينج للجلوميرولر ممبرين. فبالتالي لو انا جيت ابص عليه بالمايكروسكوب هلاقي ان الانتي بوديز دي مرصوصه بشكل يونيفورم جدا along the basement membrane. تمام، يبقى انا تاني لما اجي هشوفها هشوف ايه؟ هشوف ان انا الجلوميرولاي البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولاي مرصوص عليه انتي بوديز، لان الانتي بوديز دي اصلا معموله ضده. خلاص، وهو ده اللي بيكون واضح عندي في بالاميونو فلوريسنس. تمام، ان احنا بنقدر نشوف ايه؟ بنقدر نشوف ديفيوز لينير باترن، لان نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا زي ما اتفقنا كده الانتي بوديز اتكونت ضد البيزمنت ممبرين، فبالتالي بدات ان هي ايه تروح وتترست بشكل يونيفورم جدا along the whole basement membrane. تمام، طيب فطبعا زي ما اتفقنا بقى ان انا عندي الجود باستر سيندروم، وان هنا كان حصل ايه؟ ان انا كان هنا حصل انتي جلوميرولر بيزمنت ممبرين انتي بودي. وهنا بقى بيحصل حاجه كمان بقى زياده عن اللي هي الجلوميرولونيفرايتس اللي بتحصل في الجود باستر سيندروم، ان انا الانتي بوديز دي بتبدا ان هي تعمل كروس رياكشن مع الالفيولر بيزمنت ممبرين. يعني احنا عندنا برضو في اللنجز موجود في عندي بيزمنت ممبرين. خلاص، المشكله بقى ايه؟ ان انا الانتي بوديز اللي بتتكون في حاله اللي هو الانتي جلوميرولر بيزمنت ممبرين نيفرايتس، في الحاله دي بتبدا ان هي مش هتهاجم بس البيزمنت ممبرين اللي موجود في الكيدنيز، لا ده هتهاجم كمان اللي موجود في اللنجز. تمام، اللي هو اسمه الفيولر بيزمنت ممبرين. ففي الحاله دي يبدا ان انا يحصل عندي ايه؟ يبدا يحصل عندي انفولفمنت لللنجز، هي كمان يبدا يحصل فيها ليجنز هي كمان، نتيجه ان الجسم بدا يهاجم البيزمنت ممبرين بتاع الالفيولاي. وفي الحاله دي طبعا ايه؟ يحصل عندي لينج وكيدني ليجنز، لنج وكيدني ليجنز. اوكي، طيب
ده كده كان النوع الاولاني من الانتي بودي ميديتد انسايت وايه اميون كومبلكسز. دلوقتي بقى خلينا نتكلم على الانتي بوديز ويتش ار اجينست بلانتد نون جلوميرولر انتيجنز. طيب انا زي ما احنا اتفقنا ان انا الانتيجنز ديت ممكن هي تكون ايه، ممكن هي تكون الجسم اعتبر الكدني نفسها او البيزم تمرين اللي جوه الجلوميولاي هو الانتيجن، ودوت اللي هو الاكزامبل اللي فات خلاص كده. او ان انا بقى في الحاله ديت ايه، ان انا في الحاله دي حصل بلانتنج او بلانتيشن لانتيجينك ستراكشرز من بره اصلا، من بره من الجسم عموما، وبدات ان هي تتكون عندي جوه ايه، جوه الجلوميرولاي. ففي الحاله دي بنقول عليها ان هي ايه، ان هي انتي بوديز اتكونت هنا اجينست مين، اجينست بلانتد نون جلوميرولر، ان هي مش من الجلوميرولاي تمام، اجينست بلانتد انتيجنز. اوكي طيب الانتيجن دي قد تكون ايه، قد تكون والله فايرال، قد تكون بارازيتك، قد تكون بكتيريال برودكتس، اي حاجه يعني مثلا توكسينز، يعني فيروسز، يعني بارازايتس، اي حاجه من الحاجات دي ممكن ان هي تعمل ايه، تبدا ان هي تستحث الاميون سيستم. الاميون سيستم لما يحصل له ستيميوليشن يبدا ان هو يطلع ضدها انتي بوديز. المشكله عندي هنا فين؟ المشكله عندي ان الانتيجينك ستراكشرز دي وليكن بكتيريال توكسين مثلا بقى موجود عندي جوه الجلوميرولاي خلاص، على البيز من التمرين مثلا بتاع الجلوميرولاي او كده. فبيبدا ان انا الانتي بوديز لما تتكون هتبدا ان هي تهاجمه فين، تبدا ان هي تهاجمه، ويحصل ما بينهم اللي هو الانتيجين انتي بودي كومبلكس او الانتيجين انتي بودي رياكشنز، اللي هي المعركه اللي هتحصل بين الانتيجين والانتي بودي هتحصل عندي جوه فين، جوه الجلوميرولاي بتاعه الكيدنيز، فبالتالي تبدا ان هي تسبب فيها ايه، انجري خلاص. طيب طبعا ممكن مثلا دراجز، ممكن هو هنا بيفسر لك مثلا فكره ان انت عندك البيس من التمرين ده بيكون ايه، بيكون نيجاتيفلي تشارج خلاص. فهو سنس ان هو نيجاتيفلي تشارج، فممكن الحاجات اللي هي شايله بوزيتيف تشارجز جوه الجسم تبدا ان هي يحصل لها اتراكشن للمكان ده، حاجه مثلا زي الدي ان اي، حاجه زي النيوكليوسومز، حاجه زي الميكروبيال برودكتس، الحاجات دي كلها بيقولوا عليها ان هي ايه، كاتيونيك. يعني ايه كاتيونيك؟ يعني ان هي بتتميز ان هي كاتاينز، يعني شايله بوزيتيف تشارجز، يبدا ان هي كلها يكون عندها افينيتي او ان هي تحصل اتراكشن ليها، وتبدا ان هي ايه تديبوزيت عند ايه، عند الجلوميرولر بيس التمرين، نتيجه ان هو اناين او يعتبر ان هو شايل نيجاتيف تشارج خلاص. وطبعا لما يحصل لهم بقى ايه، لما يبداوا بقى ان هم يدخلوا هناك او يحصل اتراكشن ما بينهم، تبدا الستراكشرز دي ان هي يحصل لها ايه، يحصل لها ترابنج جوه الجلوميرولاي. المهم ان كل الحاجات دي بتمثل انتيجنز خلاص، يعني كل دي اكزامبلز على البلانتد انتيجنز، ان هي عباره عن انتيجينك ستراكشرز هتكون موجوده عندي مثلا على الجلوميرولار بيسمنت تمبرين، فتبدا يتكون ضدها انتي بوديز وتيجي وتعمل لها اتاكينج فين، اتاكينج في الجلوميرولاي خلاص. بس انا دلوقتي بقى سوري، مبدئيا الاكزامبل اللي عندنا هو مين، هو الممبرينس جلوميرولار نيفرايتس تمام. طبعا احنا هناخد الديزيزز دي بالتفصيل كمان شويه، بس يعني ايه، بس يعني عشان بس نكون يعني واخدين فكره ان انا فعلا في ديزيزز تبع الكاتيجوريز اللي احنا بنتكلم عنها دي. طيب انا دلوقتي بالاميون فلوريسنس بقى هشوف ايه، قال ان انت حضرتك بتشوف جرانولر وهيتروجينس باترن. طيب الكلام ده معناه ايه؟ انا دلوقتي لما جيت مثلا اتكلمت في الحاله ان انا كان اتكون عندي انتي بوديز ضد البيزمنت ممبرين تمام، فقلت لك ان الانتي بوديز هنا بيبداوا ان هم يعملوا ديبوزيشن على البيزمنت ممبرين بطوله كله تمام، along the whole basement membrane. فبالتالي لما تيجي تشوفه بالاميون فلوريسنس انت بتشوف الانتي بوديز، فاكنك بالظبط شايف ايه، اكنك بالظبط شايف البيزمنت ممبرين نتيجه الانتي بوديز موجوده على مدار وعلى طول البيزمنت ممبرين كله، لان هي اصلا طالعه ضده خلاص. فعشان كده كان بيبقى عندي ايه، ديفيوز، ان هو واخد كل البيزمنت ممبرين ولينير باترن نتيجه ان هو ايه، نتيجه ان هو بطول البيزمنت التمرين كله. لكن انا المره دي بقول لك ان الانتي بوديز اتكونت ورايحه تهاجم مين، الانتي بوديز هنا بقى اتكونت ورايحه تهاجم انتيجنز موجوده على البيزمنت تمرين تمام. فبالتالي الانتي بوديز هنا هتكون موجوده في اماكن وجود الانتيجنز بس، صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي لو انا ده كده بالنسبه لي البيزمنت تمرين موجود فيه عندي مثلا انتيجن هنا وانتيجن هنا وانتيجن هنا خلاص، فالانتي بودي هيجي هنا عشان يمسك في الانتيجن ده وهنا وهنا، يعني الانتي بودي في الحاله دي مش هيجي لي مثلا على المكان ده لان المكان ده ما عليهوش انتيجن، واضح؟ فبالتالي الاماكن بس اللي موجود فيها الانتيجنز هي دي الاماكن اللي هيبدا يحصل فيها ايه، يحصل فيها تكوين الاميون كومبلكسز، وهي دي الاماكن اللي انا هبدا اشوفها تحت الاميون فلوريسنس خلاص. فعلشان كده شكل الاميون فلوريسنس في الحاله دي بيبقى جرانولر تمام وهيتروجينس، ما هوش لينير وايه وديفيوز تمام. طيب كده نكون الحمد لله خلصنا ايه، كده نكون الحمد لله خلصنا اللي هو تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، ان انا كان حصل عندي انسايتو اميون كومبلكسز. ندخل بقى على الحاجه الثانيه اللي هي تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، ودي اللي بتكون ريليتد بايه، بسيركليتنج اميون كومبلكس. طيب الفكره كلها هنا ايه، ان انا دلوقتي بقى انا حصل عندي تكوين لاميون كومبلكس، يعني حصل انتيجين وانتي بودي حصل ما بينهم رياكشن وكونوا لي اميون كومبلكس. الفكره الوحيده هنا ايه، ان انا الاميون كومبلكس ده اتكون بره الكدني خالص، بره الكدني تيشوز خالص في البلد. اوكي انتيجين ماشي في البلد، مسك فيه انتي بودي وعملوا وعملوا انتيجين انتي بودي كومبلكس اللي هو الاميون كومبلكس دوت، موجود فين؟ موجود في البلد. طب مين اللي هيجيبه الكيدنيز بقى؟ قال لي ما انا كده كده البلد ده بيبدا ان هو يوصل للكيدنيز ويبدا ان هو يحصل له فلتريشن. فقال لي بقى بيحصل له فلتريشن فين؟ في الجلوميرولاي. تبدا بقى الانتيجين والانتي بودي كومبلكسز ديت يحصل لها ايه، تتحبس جوه الجلوميرولاي وما تقدرش ان هي تطلع منها، يحصل لها ترابنج انسايد الجلوميرولاي، وفي الحاله دي بتبدا ان هي تعمل ديبوزيشن وتبدا ان هي برده تسبب جلوميرولار انجريز تمام. يبقى انا فكره السيركلينج
immune complexes، ان انا دلوقتي immune complexes دي ما تكونتش جوه الكني، لا تكونت براها ولكن عملت deposition نتيجة التراپنج بتاعتها within the glomeruli. طب الانتيجنز دي ممكن هي تكون ايه؟ ممكن هي تكون endogenous، ممكن هي تكون exogenous. endogenous مثلا زي في حالات systemic lupus erythematosus، في الحالة دي بيكون الجسم نفسه دوت عبارة عن autoimmune شهية جدا في الفيميز. المهم ان انا الجسم بيهاجم تقريبا النيوكليي بتاعت السيلز خلاص كده. ففي الحالة دي الانتيجنز لما تتكون هتتكون ضد، في الحالة دي الانتيجنز سوري الانتيبوديز لما كونت اتكونت ضد endogenous antigens، ان الانتيجنز اصلا من الجسم ذات نفسه تمام، نتيجة ان دوت autoimmune disease. ممكن الانتيجنز دي تكون exogenous why not، نتيجة مثلا infection سواء كانت bacterial سواء كان viral او tumor antigen whatever the cause whatever the antigen was. المهم ان هو اتكون ضده ايه؟ ضد اتكون ضده antibody اوكي، وعملوا مع بعض antigen and antigen antibody complex. المهم ان احنا بقى الميكانيزم بقى يعني هنشرح بس الكلام اللي احنا كنا بنقوله. فهو بيقول لك هنا ان الانتيجن والانتيبودي كان موجودين عندي جوه السيركيليشن، بداوا ان هما يوصلوا عندي للكيدنيز وبعد كده حصل لهم ترابنج ان ذا جلوميرولاي تمام. طيب هما بقى لما حصل لهم ترابنج في الجلوميرولاي وعملوا ديبوزيشن في انهي بارت بالظبط؟ قال لك ما انت عندك الجلوميرولار ممبرين دوت واسع، فانت ممكن ان الديبوزيشن دي تحصل عندي تحت الاندوثيريال سيلز. يعني احنا لو جينا نرجع للصوره بتاعتنا اللي بتوضح الجلوميرولار ممبرين، فانت دلوقتي الديبوزيتس دي هتبدا اللي هي الاميون كومبلكسز هتبدا ان هي تعمل ديبوزيشن في مكان من الاماكن دي على مدار الجلوميرولاي الممبرين كله. طيب ممكن ان هي تترسب فين؟ تترسب عندي تحت الاندوثيريال سيلز تمام، دي الاندوثيريال سيلز لايننج للبلد كابيلاريز تمام، فبالتالي ممكن هي تترسب تحتها وفي الحاله دي نقول عليها ايه؟ سب اندوثيريال ديبوزيتس. طب انا دلوقتي ده كده اللي هو الابيثيليوم لايننج بتاع ايه؟ بتاع البوميز كابسو. ممكن ان هي تعمل ديبوزيشن بيلو برضو الابيثيليال سيلز دي اللي هي البوديسايتس، ففي الحاله دي نبدا نقول عليها ان هي ايه؟ سب ابيثيليال ديبوزيتس. طيب ممكن بقى ان انا عندي في حاجه اسمها ميزانجيا سيلز اللي هي موجوده بتوين الجلوميرولار كابيلاريز، ممكن ان هي تعمل ديبوزيشن جوه الميزانجيا سيلز دي، ففي الحاله دي نقول عليها ايه؟ ميزانجيا ديبوزيتس تمام. يبقى انا هنا كلام كله بيقول لك ايه؟ ان انا الانتيجن وانتيبودي عملوا عندي سيركيليشن بعد كده حصل لهم ترابنج في الجلوميرولاي ودوت اللي هم بداوا يعملوا ديبوزيشن ايذر سب اندوثيريال اور سب ابيثيريال or mesangio. طيب النقطه بقى اللي بتسبب اصلا الانجري تمام، او اللي بتبدا بقى ان هي فعلا تعمل جلوميرولونيفايتس، هي ان الديبوزيتس دي ما بتفضلش ساكته، لا ده دلوقتي عندي انتيجن انتي بودي كومبلكسز بيبدا يحصل بايندينج للكومبلمنتس معاهم، يعني تيجي الكومبلمنتس كده وتبدا ان هي تعمل بايندينج ليهم ويحصل لهم اكتيفيشن. الاكتيفيشن بتاعه الكومبلمنتس ولو نفتكر كده ان الكومبلمنتس دي كان في منها بيشتغل كجروث فاكتورز، فتبدا الاكتيفيشن بتاعه الكومبلمنتس تسبب جلوميرولار انجري تمام. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ان الجروث فاكتورز اللي كانت موجوده ضمن الكومبلمنتس هتبدا ان هي تساعد على البروليفريشن اوف ذا ريزيليانت سيلز. طبعا يعني السيلز اللي موجوده عموما في الجلوميرولار ميمبرين هتبدا ان هي يحصل لها ستيميوليشن باي الجروث فاكتورز اللي هتطلع من ايه؟ من الاكتيفيشن اوف الكومبلمنتس تمام. يعني عشان بس الموضوع يكون واضح ومش ما فيهوش اي حاجه معقده، الكومبلمنتس لما كانت بتحصل لها اكتيفيشن كانت بتمر باث واي معين تمام. المهم ان انا ضمن الباث واي ده بيحصل حاجه بتطلع يعني كومباوندز بتشتغل اكنها جروث فاكتورز خلاص كده. فالمهم ان الكومباوندز دي هتبدا ان هي تعمل ستيميوليشن للبروليفريشن او الجروث بتاعه الريزيليانت سيلز، السيلز اللي موجوده على مدار الجلوميرولار ميمبرين تمام. وطبعا لما يبدا يحصل بقى فيها ايه؟ يبدا بقى يحصل فيها بروليفريشن، ده هيتسبب في الجلوميرولار انجري اوكي، جلوميرولار انجري. طيب مين بقى الاكزامبل على ان انا يحصل عندي سيركليتنج الاميون كومبلكسز وتبدا ان هي يحصل لها ترابنج لجوه الجلوميرولاي؟ مين هو الديزيز اللي اكزامبل على الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي هو الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس تايب 1 تمام كده. حتى هو من اسمه ان انا حصل عندي ايه؟ بروليفريشن لسيلز معينه موجوده عندي في الجلوميرولار ميمبرين، فبالتالي بدات ان هي تسبب ايه؟ تسبب جلوميرولار نيفرايتس تمام. فاحنا دلوقتي بقى فهمنا ان انا البروليفريشن اللي حصلت دي وسببت في الجلوميرولار انجري او الجلوميرولار نيفرايتس كانت نتيجه مين؟ كانت نتيجه الديبوزيشن او الديبوزيتس بتاعه الاميون كومبلكسز جوه السيلز دي خلاص. طبعا برضو لما بنشوفها تحت الاميون فلوريسنس بتلاقي ان هي بتكون دنس جرانولار ديبوزيتس، ايذر بقى ان الديبوزيتس ديت بقى على حسب الديبوزيتس دي كانت فين. والله لو سب اندوثيريال تمام هلاقي ان انا في دنس جرانولار ديبوزيتس سب اندوثيريال، او ممكن هي تكون سب ابيثيريال، ممكن هي تكون ايه؟ ميزانجيا. اخر نوع بقى عندنا من السيل ميديتد اميونيتي هو ايه؟ هو سوري اخر نوع بقى عندنا هو السيل ميديتد اميونيتي. طبعا كلنا عارفين الاميونيتي دي قد تكون انتي بودي ميديتد او ممكن هي تكون ايه؟ سيل ميديتد. فبالتالي انا دلوقتي عايز اتكلم على مين؟ على السيل ميديتد. الفكره بقى هنا ان ده طبعا تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. النقطه كلها ان انا تقريبا الايتيولوجي از انون، يعني انا مش عارفه انا السيلز الاميون سيلز ليه حصلها ستيميليشن وبدات ان هي تعمل ريليزنج لكميه من السيتوكاينز، احنا ما نعرفش خلاص. بس اللي احنا نعرفه ان انا حصل فعلا ستيميوليشن للاميون سيلز وبدات ان هي تعمل ريليزنج لكميه من السيتوكاينز. فكره السيتوكاينز بقى هنا بتعمل ايه؟ قال السيتوكاينز لما بتبدا ان هي تطلع بتبدا ان هي تضر بالبودوسايتس اللي موجوده عندي على الابيثيليال سايد اوف الجلوميرولار ميمبرين تمام. يعني لو هنرجع تاني لنفس الصوره،
تمام. فانا عندي دي كده بالنسبه لي بعتبرها البودوسايتس، تمام. هي موجوده على ايه؟ هي ديت اللي هي موجوده هنا بالشكل ده كده، اللي موجوده على ايه؟ على الابيثيليال سايد بتاع الجلوميرولار ميمبرين. طيب اللي بيحصل ايه؟ قال ان لما بتطلع عندي سايتوكاينز بتبدا ان هي تضر بالبودوسايتس دي، فيبدا ايه اللي يحصل فيها؟ يبدا يحصل فيها افيسمنت. يعني ايه افيسمنت؟ يعني تبدا السيلز دي ان هي اكنها، هي اصلا اسمها بودوسايتس، يعني ان هي السيلز اللي عندها سوريوبوديا، يعني ان ديت السيلز اللي عندها ايه؟ اقدام كاذبه. اوكي، ده معنى بودوسايتس يعني. طيب هي دلوقتي عندها اكنها كده بروسيسز، والبروسيسز دي بنعتبرها فوت لايك، تمام. النقطه كلها بقى ان انا سايتوكاينز لما تبدا تطلع، فهتبدا ان هي تضر عندي بالفود بروسيسز دي، وتبدا ان هي ايه، وتبدا ان هي اكنها كده بتتلاشى خلاص. فانا دلوقتي لو انا كان عندي السيلز دي وبدات ان هي تلوز للفود بروسيسز بتاعتها، يبدا يحصل ليها ريتراكشن. يعني ايه ريتراكشن؟ يعني يبدا ان انا اكن السيلز دي بتبدا ان هي تشرينك كده، يعني دي كده هتبدا ان هي تدخل على بعضها، ودي كده تدخل على بعضها، ودي تدخل على بعضها، نتيجه ان هي عماله بتعمل لوزنج للايه، للفود بروسيسز بتاعتها، نتيجه الايفكت بتاع السايتوكاينز عليها. طيب ده مشكلته في ايه؟ قال ان ده مشكلته ان هو بيعمل عندي what we call by vascularization. vascularization معناها ان انا اكني بكون vessels خلاص، او ان انا ببدا اكون هنا كده ايه، ببدا ان انا اكون هنا very wide pores more than usual، تمام. يعني انا مثلا لو كان هنا البور ده، البورز دي مثلا، الديامتر بتاعها يدخل مثلا حاجات 0.6 مثلا نانومتر، تمام، او 6 نانومترز، لا دلوقتي بقى واسع جدا، بقى فيري وايد بورز، تدخل ايه؟ تدخل مثلا 12 نانومترز خلاص، يعني حاجات الديامتر بتاعها ايكوالز 12 نانومترز، تمام. فهي فكره السيل ميديتد، احنا مش عارفين هو ليه حصل ستيميوليشن للاميون سيلز خلاص، بس المهم ان انا عرفت ان بدا يحصل عندي ريليزنج لكميه كبيره من السيتوكاينز. السيتوكاينز ايه مشكلتها في الحاله دي؟ ان هي بتبدا تعمل لوس اوف ادهيجن مولكيولز، تمام. فبالتالي تبدا بقى ايه اللي هي البودوسايتس اللي انتم شايفينها هنا دي، يحصل لوس للفود بروسيسز بتاعتها، ودي اللي احنا بنسميها افيسمنت اوف البودوسايتس، ودي اللي بتسبب ريتراكشن. يعني ايه ريتراكشن؟ يعني اكن كل سيل بتنكمش لوحدها، بيحصل شرينكينج للسيل على بعضها وبتبعد عن التانيين، تمام كده. ممكن بعد كده يحصل ديتاتشمنت، ان هي تسيب اصلا الجلوميرولار ميمبرين كله خلاص. بس بقى المهم، اهم حاجه بقى انا عايزه اوصل لها من ده كله ايه؟ ان انا نتيجه الافيسمنت او اللي هو الريتراكشن او ديتاتشمنت بتاعه البودوسايتس، بدا يحصل عندي فاسكلايزيشن، بدا يحصل عندي انكريزنج البورز اللي بقت موجوده على اللي هو اللي هو الابيثيريال سايت بتاع الجلوميرولار ميمبرين، وفي الحاله دي بدات ان هي تبرميت الباسج بتاعه حاجات ما كانتش اصلا بتسمح لها ان هي تعدي من الجلوميرولار ميمبرين، زي البلازما بروتينز. فاول ما يحصل بقى عندي فانا دلوقتي بدات ان انا اسمح للبروتينز ان هي تعمل ليكج وتعدي من الممبرين، وفي الحاله دي هيحصل عندي ايه؟ بروتينوريا. يعني ايه بقى بروتينوريا؟ يعني ان انا هيبدا ينزل بقى عندي بروتينز في اليورين خلاص كده. بالنسبه طبعا كبيره جدا، نتيجه ان انا اكني فتحت السكه قدام البروتينز ان هي تنزل ويحصل لها فلتريشن خلاص كده. طيب مين الديزيز الاكزامبل على ده؟ المينيمال تشينج ديزيز. مينيمال تشينج ديزيز، اوكي. يبقى احنا كده لو نرجع بقى، فاحنا كده الحمد لله خلاص قدرنا ان احنا نعرف كده الباثوجينيسيس بتاعه الجلوميرولار انجري، تمام. ان انا دلوقتي الجلوميرولار انجري دي هي هتحصل مينلي اميونولوجيك، ففهمنا بقى ان انا الاميونولوجيك ده معناها ايذر انتي بوديز او سيل ميديتد خلاص. طيب انا الانتي بوديز ديت هتتقسم لنوعين، اول حاجه انسايتو اميون كومبلكسز، ان انا هيكون عندي الاميون كومبلكس جوه الكيدني نفسها نتيجه، او جوه الجلوميرولار لاين نتيجه الانتي بوديز رايحه تهاجم ستراكشرز جوه الجلوميرولار لاين. ايذر الستراكشرز دي هي حاجه مثلا زي البيزمنت ميمبرين جوه الستراكشر بتاع الجلوميرولار ميمبرين نفسه، او ان هي حاجه من بره زي بلانتد انتيجينيك ستراكشرز. طيب تاني حاجه اللي هي الاميون كومبلكس ميديتد، ان انا اكون عندي اميون كومبلكس انتيجين وانتي بودي كومبلكس بره اصلا الكيدني، ولكن حصل لهم ديبوزيشن وترابينج انسايد الكيدنيز، وبدا ان هم يعملوا ايه؟ يعملوا فيها انجري. طيب اخر حاجه سيل ميديتد، ان انا في اميون سيلز لسبب ما بتبدا ان يحصل لها ستيميوليشن وتطلع كميه من السيتوكاينز، تبدا السيتوكاينز ان هي تسبب ايه؟ تبدا السيتوكاينز ان هي تسبب ريتراكشن وديتاتشمنت بقى ايه، او افيسمنت للبودوسايتس اللي موجوده على الجلوميرولار ميمبرين، ويبدا ده ان هو يعمل ليكج للبروتينز ويحصل بروتينوريا زي ما شفنا مثلا وقلنا الاكزامبل بتاع ايه؟ بتاع المينيمال تشينج ديزيز. طيب ندخل بقى دلوقتي على الدسكشن بتاعه الباثوجينيسيس اوف ذا نيفروتيك سيندروم، تمام. طبعا يعني هي ديت كده كانت ايه، كانت يعني ديت كده كانت كلها الاسباب خلاص اللي هي ممكن تسبب عندي ايه، اللي هي ممكن تسبب عندي ان نفروت، اللي هي ممكن تسبب عندي سوري، دي كده الحاجات اللي انا قلتها دي كلها كانت الاسباب اللي ممكن تسبب عندي ايه، اللي هو جلوميرولار نيفرايتس عموما، تمام. سوري اسفه جدا. يبقى انا الحاجات اللي انا قلتها دي كلها كانت عباره عن ايه؟ ان انا كنت بشوف ايه هي الاسباب اللي ممكن هي تسبب عندي اي انجري في الجلوميرولار ميمبرين، فبالتالي تعمل لي جلوميرولار نيفرايتس. طيب انا دلوقتي بقى في المحاضره هنبدا ان احنا ان شاء الله نعمل زومينج ان على حاجه اسمها النيفروتيك سيندروم. ايه هي النيفروتيك سيندروم؟ هنعرف بقى ايه دلوقتي هي اصلا بتتكون ازاي، او يعني هي ايه الباثوجينيسيس بتاعتها، بتحصل ليه النيفروتيك سيندروم دي، ولما بتحصل ايه هي الديزيزز اللي ممكن هي ايه تنتج عنها، تمام. فبكل بساطه، بكل بساطه النيفروتيك سيندروم بيحصل عندي جلوميرولار دامج نتيجه اي من الاميونولوجيك او النون اميونولوجيك على فكره باثوجينيسيس اللي احنا لسه متكلمين عنها.
المهم ان انا الجلوميرولر دامج بقى هنا بيكون accompanied by ايه؟ by increased permeability to proteins. يعني لو جينا مثلا ندي اكزامبل بسيط كده زي اللي هي المينيمال تشينج ديزيز، كان اللي حصل هنا ايه؟ كان حصل هنا ايوه جلوميرولر انجري. الجلوميرولر انجري دي ادت لي ليكج اوف بروتينز، خلاص. او ممكن ان احنا نقول ليكج اوف بروتينز ديت بقى ايه بمعنى اشمل لما نيجي نتكلم على النيفروتك سيندروم عموما، ان انا حصل انكريز للبرميابيليتي تو بروتينز، تمام. ان انا الجلوميرولر ميمبرين هنا المفروض ان هو ايه، المفروض ان هو بيكسكلود البروتينز خالص من الفلتريت، ما بتعديش اصلا عندي ولا بيحصل لها فلتريشن. لكن هنا نتيجه ان انا حصل جلوميرولر دامج بدات البروتينز ان هي تعدي من الجلوميرولر ميمبرين وتبدا تنزل عندي فين؟ في الرينو تيوبز، وبعد كده طبعا هيحصل لها ايه؟ هتبدا ان هي تخرج عندي في اليورين وتعمل عندي بروتينوريا، تمام. فكره بقى النيفروتيك سيندروم ان انا فعلا بيكون في عندي ماسيف او اكسسيف بروتينوريا، بنخرج كميه كبيره جدا جدا من البلازما بروتينز، وديت اللي بتمثل اباوت 3.5 جرامز بير داي. طبعا دوت رقم كبير جدا، رقم كبير جدا جدا. يعني احنا اصلا عارفين ان احنا البلازما بروتينز بالنسبه للبلد عندنا هي فروم رينج 6 تو 8. يعني ايه؟ يعني الموضوع مش ان انا افقد كل يوم 3.5 جرامز، ده طبعا رقم مهول، خلاص. طيب انا دلوقتي في عندي اكسسيف بروتينوريا، يبدا بقى ان هو يعمل ايه؟ انا دلوقتي عماله بخرج البروتينز من البلد وعماله بخرجها في اليورين، فطبيعي ان انا دلوقتي البروتينز هتزيد في اليورين، ودوت اللي عمل لي بروتينيميا بروتينوريا. وتاني حاجه بقى ايه؟ ان هي هتقل جدا جدا في البلد بتاعنا، تمام. ودوت اللي هو بيكون اسمه هايبوبروتينيميا. هايبوبروتينيميا يعني ايه؟ يعني ديكريز اوف ذا بروتينز اللي بقت موجوده عندي انسايد ذا بلد. طيب سوري. طيب الهايبوبروتينيميا تبدا يترتب عليها ايه بقى؟ قال لي لو نفتكر من الموديل بتاع الاي بي ال، فاحنا كنا قلنا ان البروتينز البلازما بروتينز بتشتغل ككولويدال سبستنسز، يعني ان هي كولويدال سبستنسز بتبدا ان هي تحافظ على الانكوتيك بريشر بتاع الكابيلاريز. يعني انا دلوقتي اي بلود فيسل بقى في اي مكان، البلود فيسل ده بيكون فيه تو فورسز موجودين جوه نفس البلود فيسل. حاجه اسمها هايدروستاتيك بريشر، دوت اللي بيبدا ان هو يعني يدفع البلود دوت بره بحيث ان هو يخرج للانترستيشال تيشو. وفي حاجه اسمها اونكوتيك او اوزموتيك بريشر، بيبدا ان هو يعني يسحب الميه، تمام، او يسحب الفلويد انسايد البلود فيسل، خلاص. طيب مين بقى اللي كان مسؤول على الانكوتيك بريشر ده؟ كانت البلازما بروتينز. فاحنا سبحان الله في الهوميوستاسيس بيكون في عندي بالانس بين الانكوتيك بريشر وما بين الهيدروستاتيك بريشر. ففي الحاله دي بتطلع عندي كميه اللي هي السوربا اماونت، يعني او السوربا فوليوم اوف فلويد للانترستيشال فلويد للانترستيشال تيشو، تمام. يبقى انا في الحالات الطبيعيه بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا بيكون في بالانس معين، توازن ما بين التو باورز او التو فورسز اللي هي الهيدروستاتيك والانكوتيك، تمام. الهيدروستاتيك عايزه تخرج الفلويد بره الفيسلز للانترستيشال تيشو، والانكوتيك عايزه تسحبهم لجوه ايه؟ لجوه الفيسلز، خلاص. طيب انا دلوقتي بقى لو حصل امبالانس، الامبالانس ده نتيجته ان انا بسبب ان انا ما عنديش بلازما بروتينز او قلت جدا جدا في البلد، فبدا يقل معاها مين؟ يقل معايا الانكوتيك بريشر جوه البلد فيسلز. لما الانكوتيك بريشر يقل، يبقى انا دلوقتي حصل عندي امبالانس ما بين التو فورسز اللي احنا كنا بنتكلم عنهم. ففي الحاله دي حضرتك تقدر تقول ان انا الهايدروستاتيك بريشر حصل ليه ريليتيف انكريز، تمام. انا كان في بالانس ما بين الانكوتيك والهايدروستاتيك، دلوقتي الانكوتيك قل، يبقى لما الانكوتيك قل يبقى انا اكن الهايدروستاتيك زاد، فيبدا يحصل ايه؟ يبدا ان انا البلد يبدا ان هو يعمل فلوينج او الفلويد بقى اللي موجود عندي في البلد فيسلز تبدا ان هي تعمل فلوينج من البلد فيسلز للانترستيشال تيشو. فدوت طبعا بيكون ايه؟ بيكون اكومبانيد باي ايديما. وفي الحاله دي بقى في حالات النيفروتيك سيندروم الموضوع بيبقى سيفير جنرالايزد ايديما، ايديما على مدار الجسم كله بشكل فعلا اكسسيف، وده بيكون نتيجه ايه؟ نتيجه ديكريز، يعني اكسسيف ديكريز في البروتينز البلازما بروتينز، ودوت طبعا اللي يعمل عندي ايه؟ الايديما. اوكي؟ طيب حاجه ثانيه بقى، حاجه تانية ديت عباره عن compensatory synthesis of proteins by the liver. يعني ان انا من ضمن البلازما بروتينز ديت او البروتينز اللي بتكون موجوده عندي في البلد هي ايه؟ هي lipoproteins. lipoproteins دي لما بتعدي على الليفر بكم معين بيبدا الليفر ان هو ايه؟ يعرف ان انا كده البلد موجود فيه كميه ليبيدز معينه، تمام. طيب لما البلازما بروتينز دي نتيجه طبعا اللي هو الجلوميرولر دامج تبدا ان هي كمان تنزل مع الفلتريت وتنزل في اليورين، فيبدا يقل عندي البلازما بروتينز جوه البلازما بروتينز ايه؟ lipoproteins جوه البلد، سوري lipoproteins. فاللايبوبروتينز طول ما هي قليله في البلد لما تبدا ان هي تعدي على الليفر، الليفر يحس ايه؟ الليفر يحس ان انا في عندي ليبيدز قليله في البلد. بس الحقيقه مش كده، الحقيقه ان انا حصل اكسكريشن للبلازما اللايبوبروتينز، تمام. فسنس ان انا اللايبوبروتينز حصل لها اكسكريشن، يبدا بقى الليفر ان هو يعمل ايه؟ يعمل كومبنسيشن للبروسيس دي، ويبدا ان هو يكون ليبيدز ويرميها في البلد، تمام، ظنا منه ان الليبيدز قليله في البلد نتيجه ان هو اس ايه؟ اس ليفل بتاع اللايبوبروتينز، تمام. طيب فيبدا في الحاله دي تحصل هايبرليبيديميا، يعني الليبيدز تبدا ان هي تزيد في البلد، تمام، ككومبنساتوري ميكانيزم من الليفر، تمام. وطبعا لما تزيد تبدا هي كمان يحصل لها اكسكريشن في اليورين ويحصل ايه؟ ليبيديوريا، تمام كده.
هنكمل بقى دلوقتي ان شاء الله عشان خاطر نتكلم على الديزيزز اللي موجوده عندنا ضمن النفروتك سيندروم. تمام، هو دلوقتي بيقول لحضرتك بس اول حاجه خالص ان انا لو جالي بيشنت، تمام، البيشنت ده راح لدكتور نفرولوجيست خلاص، يعني راح اصلا لدكتور نفرولوجي اللي هو اسمه نفرولوجيست، تمام، فاول خطوه بيعملها خالص عشان خاطر يبدا يشتغل يعني ويعمل دايجنوزز للجلوميرولو نفرايتس اللي عنده، يبدا في الاول ان هو يشوف الكلينيكال بيكتشرز اللي عنده، هل هي تبع النفروتك اللي احنا هنتكلم عنها واتكلمنا على الكلينيكال بيكتشرز المفروض بتاعتها، ولا هل هي النفرتك. تمام، فطبعا كل واحد منهم بيكون مختلف في الكلينيكال بيكتشرز. طبعا النفرتك هو عنوان المحاضره الاولى، والنفرتك هو المحاضره الثانيه. طيب دلوقتي هو عرف الحمد لله خلاص ان هي مثلا وليكن نفرتك، هيبدا بقى يعمل ايه؟ يبدا مثلا هو ياخد بايوبسي مثلا من الكدني ويبدا ان هو يبعتها للباثولوجي، فيبدا بقى الباثولوجي لاب يبدا ان هو يشوفها تحت اللايت مايكروسكوب، يشوفها بالالكترون مايكروسكوب عشان خاطر في يعني في امراض معينه ما بنقدرش ان احنا فعلا نعمل لها دايجنوزس غير لو شفناها تحت الالكترون مايكروسكوب، بنقدر ان احنا ايه نجزم ان هو المرض المعين ده. تمام، وبنستخدم كمان الفلورسنس مايكروسكوبي. طب احنا ليه بنستخدم الفلورسنس مايكروسكوبي؟ لان بكل بساطه احنا دلوقتي عندنا الفلورسنت اللي هو الاميونو فلورسنس تكنيك بتعتمد على وجود انتيجنز وانتي بوديز. تمام، فبالتالي اقدر ان انا ادخل انتي بودي، اكن الانتي بودي ده موجود عليه حاجه بتنور او بتعمل اللي هو يعني ان هي بتبدا ان هي تطلع تعمل راديشن لللايت اللي هي اتعملت له ابزوربشن، بغض النظر عن الميكانيزم بتاع شغل الفلورسنت مايكروسكوب والاميونو فلورسنس تكنيك، المهم ان هي بتعتمد على وجود ايه، على وجود انتي بوديز او انتيجنز. تمام، بحيث ان انا ببعت ضدهم انتي بوديز تبدا ان هي ايه لما بينهم يبدا يحصل ما بينهم رياكشن كده ويطلع ويحصل عندي بقى ايه ان انا اشوفها منوره تحت الاميونو فلورسنس مايكروسكوب. تمام، فبالتالي طبعا سنس ان انا معظم الباثوجينيسيس بتاعتنا في الـ في الـ في الـ في الجلوميرولو نيفرايتس عموما بتكون سببها ان هو بتكون اميونولوجيك. تمام، نتيجه فبالتالي بيكون في عندي اللي هو ايه اميون كومبلكسز موجوده وعامله ديبوزيشن في الجلوميرولر ميمبرين، فبالتالي اقدر ان انا استخدم ايه، اقدر ان انا استخدم الفلورسنس تكنيك عشان خاطر اعمل ليها دايجنوز. طيب ده كلام بصراحه يعني ايه رغي كتير، فاحنا خلينا بقى ايه ندخل في الديزيزز اللي عندنا. احنا ان شاء الله هنتكلم عن 4 ديزيزز، يهمني قوي ان احنا نعرف الحاجات المهمه في كل ديزيز خلاص مواضع الاسئله، لان هي دي ان شاء الله ايه اللي هتفيدنا وان شاء الله هتيجي يعني في الامتحان. مش هنتعمق قوي في الديتيلز اللي هي ممكن تكون محتاجه ايه شرح مطول شويه، اوكي؟ يعني احنا زي ما قلت ان احنا بنعمل كويك ريفيجن على الحاجات المهمه، بنعمل بس هايلايتنج كده للمين بوينتس بتاعه المحاضره. طب اول حاجه خالص عندي هو المينيمال تشينج ديزيز، واوقات بيسموه اللايبويد نيفروزس. طب احنا دلوقتي كنا ضربنا الاكزامبل بتاع المينيمال تشينج ديزيز ده وعرفنا ان هو نيفروتيك سيندروم، وعرفنا ان هو بيحصل فيه ايه، ان هو بيكون ان هو بيكون نوع من الانواع بتاع تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. تمام، لما حصل عندي ايه ريليز للسيتوكاينز. طيب يبقى انا دلوقتي اول حاجه خالص بقى، انا دلوقتي لو احنا كده جينا نفكر في الباثوجينيسيس، لانه ان هم دول طبعا اهم ثلاث حاجات احنا محتاجين ان احنا ايه نسال نفسنا عنهم في كل ديزيز، بحيث ان احنا خلاص لو عرفناهم يبقى احنا كده ايه لمينا المين بوينتس بتاعتنا. تمام، يبقى انا دلوقتي بتكلم على مين؟ بتكلم على المينيمال تشينج ديزيز. هو رقم واحد انا كل الديزيز اللي انا هتكلم عنها عباره عن نيفروتيك سيندروم، نيفروتيك سيندروم خلاص. طيب يبقى انا دلوقتي اول واحد منهم هو ايه، هو المينيمال تشينج ديزيز. هنعرف على فكره هو ليه نفروتك، بس ايه يعني ناخد المعلومه كده في الاول. طيب نقطه بقى مهمه جدا ان طبعا علشان الام سي كيو، ان بيكون بالنسبه لي المينيمال تشينج ديزيز هو ذا موست كومن كوز اوف نيفروتيك سيندروم ان تشيلدرن. طيب انا دلوقتي عرفت ان هو نفروتك، ده كلام جميل. الاحسن بقى من ده ان انا اعرف كمان ان هو ايه، ان هو ذا موست كومن كوز بتاع النفروتيك سيندروم في التشيلدرن. طيب ممكن احنا نسكمها ازاي؟ ان انا تشيلدرن ناس اللي هو الاطفال صغيرين، فبالتالي ايه، فبالتالي اشهر حاجه بتبقى فيهم اللي هي المينيمال، يعني حاجه برده ايه صغنونه زيهم كده. اوكي، يبقى انا اول حاجه النفروتيك سيندروم ان ديت بيكون هي ذا موست كومن كوز اوف نفروتيك ايه، اوف نفروتيك سيندروم في التشيلدرن. سوري، المينيمال ديزيز هو the most common cause of nephrotic syndrome في children. طيب الباثوجينيسيس بقى بيحصل ايه؟ تخيل ان احنا كنا خلاص شرحنا الموضوع بتاع التايب 4 hypersensitivity، يبقى يعني مش محتاجين بقى ان احنا نقعد نعيد في الكلام ده. يبقى انا دلوقتي اللي حصل ايه، ان انا دلوقتي في حاجه عملت ستيميوليشن للاميون سيلز، فبالتالي هو سيل ميديتد، بدات ان هي تطلع سيتوكاينز. عرفنا بقى سيتوكاينز بدات ان هي تعمل مشاكل في البودوسايتس لحد ما عملت انتري في البودوسايتس دي وحصل افيسمنت للفود بروسيسز. وفهمنا من على الرسمه ان انا افيسمنت بتاعه الفود بروسيسز يبقى في الحاله دي هيحصل ريتراكشن للبودوسايتس، ويبدا ان انا يزيد البورز بتاعه الجلوميرولر ميمبرين، فبالتالي تبدا ان هي تعمل ليكج للبروتينز. واحنا دلوقتي عرفنا ان انا اي حاجه نفروتك هتكون اكومبانيد باي ايه، هتكون اكومبانيد باي بروتينوريا، ان انا هبدا ان انا اعمل اكسكريشن لكميه من البروتينز. يبقى احنا دلوقتي عرفنا، ربطنا الباثوجينيسيس بالكلينيكال بيكتشر، ان انا عرفت اه ده انا دلوقتي حصل عندي مشكله، حصل عندي انتري للبودوسايتس نتيجه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي وانكريس سايتوكاينز، فده بدا ان هو يطلع كميه كبيره من البروتينز، بدات ان هي تدخل البيشنت ده في ايه، في نفروتك سيندروم. طيب
بالنسبه بقى للايف مايكروسكوبي، يعني انا دلوقتي لما ابدا ابص على ابدا ان انا ابص على، لو انا مثلا خدت بايوبسي بدات ان انا ابص عليها تحت الميكروسكوب، بدات ابص على السبيسمن دي تحت الميكروسكوب. فقال لي والله يعني هي الموضوع بيبقى ايه، يعني هو حتى اسمه مينيمال تشينج، فبالتالي بيبقى تقريبا الجلوميرولاي عندها نورمال ابييرنس، يعني الموضوع ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش فعلا ان انا مجرد كده ببص تحت الميكروسكوب الاقي على طول واعرف ان ده عباره عن مينيمال تشينج ديزيز. لا، الموضوع هنا بيحتاج فعلا الكترون مايكروسكوب فور دايجنوسس. يبقى احنا دلوقتي لما كلمتك اصلا في الاول فقلت لك ان انت بتحتاج ايه، بتحتاج لايت مايكروسكوب، الكترون مايكروسكوب، واميونو فلوريسنس، تمام. فهنا مثلا حاجه زي المينيمال تشينج ديزيز ما قدرتش ان انا اعرفه باستخدام اللايت مايكروسكوب، ليه؟ لان اداني نورمال ابييرنس للجلوميرولاي. ممكن الحاجه الوحيده اللي هي تكون هنا كاركترستيك وجود الليبيدز، وجود الليبيدز في التوبيوز، هي ديت اللي هي طبعا اللي هي التوبيوز اللي بتكون اراوند الجلوميرولاي، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن هي تكون ايه كاركترستيك وتديني هنت كده ان دوت مينيمال تشينج ديزيز، ولكن ما بقدرش ان انا اعمله دايجنوستس باللايت مايكروسكوب، بضطر على طول الجا لمين، للالكترون مايكروسكوبي، تمام. طيب بالالكترون مايكروسكوب بشوف ايه بقى، بتقدر بقى حضرتك ان انت تحت الالكترون مايكروسكوب تشوف الافيسمنت او الريتراكشن اللي حصلت في البودوسايتس، اللي انا حصل ايه اكن بالظبط كده اللي هو اللي هي الارجل الكاذبه بتاعتها اكنها اتاكلت، تمام. هي دي معنى فكره الافيسمنت اوف الفوت بتاعه البودوسايتس، وان يحصل فيها ريتراكشن، تمام. يعني دي كده مثلا ايه، اكن دي كده مثلا بالنسبه لها الفوت، واكني قطعتها كده من هنا، فبالتالي حصلت ايه، حصل فيها ريتراكشن، يعني دي كده كانت الفيت بتاعتها اهي، تمام. دي كده كانت البودوسايتس بتاعتها، تمام. دي كده هي الفوت بروسيسز، خلاص. طيب حصل فيها افيسمنت ان هي كده خالص، اوكي. طيب فبالتالي دي طبعا نوع من انواع الانجريز الخطيره بالنسبه للبودوسايتس. فهي دي بقى الحاجه اللي احنا لما نشوفها بقى هنقدر نشوفها بمين، باللايت مايكروسكوب؟ لا، نشوفها بالالكترون مايكروسكوب. فلما نشوفها بالالكترون مايكروسكوب نلاقي بقى فعلا حصل ديفيوز فوت بروسيس افيسمنت، فنعرف على طول ان ديت كانت ايه، ان ديت كده عباره عن مينيمال تشينج ديزيز، ان انا حصل هنا ايه، ان انا حصل عندي سايتوكاينز، السايتوكاينز بدات ان هي تدمر في البودوسايتس، وبدات ان هي تعمل ايه، تعمل عندي فوت بروسيس افيسمنت، وديت اشوفها بس بالالكترون مايكروسكوب، فبالتالي هو بس الدايجنوستيك، اوكي. وباللايت مايكروسكوبي زي ما قلنا ايه، ان عاده الجلوميرولاي بتكون بتكون نورمال. طب الحاجه بس اللي ممكن تديني هنت فكره الليبيدز، واحنا برضو عرفنا ايه، عرفنا من الباثوجينسيس بتاعه النيفروتيك سيندروم ليه ممكن يكون موجود فيه ليبيدز، تمام. فالليبيدز لما تزيد في الدم اللي هي اللي هو هايبر ليبيديميا تبدا ان هي تنزل في اليورين، فبالتالي طبعا بتعدي على التوبيوز، فبالتالي ممكن هي تبدا تعمل ديبوزيشن على رينال تيوبيوز، وديت اللي يعمل عندي ايه، ودوت اللي هو عشان كده اصلا سمينا المينيمال تشينج ديز اللي هو ايه، ان هو عباره عن لايبويد نيفروزس، تمام. لايبويد نيفروزس انها بيكون في عندي ليبيدز بتبدا ان هي تعمل ايه، اكيوميليشن كده جوه التيوبيوز، اوكي. طيب يبقى انا دلوقتي ايه هي الحاجات المهمه اللي انا محتاجه اعرفها عن المينيمال تشينج ديزيز؟ الحاجات المهمه هي الحاجات اللي موجوده في الـ في الـ في السلايد دي بجد، ان انا رقم واحد طبعا مينيمال ديزيز ده تبع النيفروتيك سيندروم، وقلت لك افتكر مينيمال ان ده حاجه صغنونه، فبالتالي تربطها بايه، بالتشيلدرن، فهو بيكون الموست كومن كوز اوف نيفروتيك سيندروم ان تشيلدرن. عرفت الباثوجينيسيس، احنا اوريدي كنا اصلا مدين الاكزامبل بتاع المينيمال تشينج ديزيز ان هو تبع السيتوكاينز او تبع اللي هو تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو سيل ميديتد اميونيتي، تمام. وديت اللي بتسبب ايه، بودوسايتس انجري، وده طبعا اللي هو ايه هي انواع الانجري، يعني انه بيحصل افيسمنت للفود بروسيسز بتاعتها. باللايت مايكروسكوب قدرت ان انا اشوف ايه، قدرت اشوف نورمال ابييرنس للجلوميرولاي، ممكن بس الاقي ليبيدز في التوبيوز، لكن هل قدرت ان انا اشخص بشكل كامل؟ لا. فبالتالي احتجت الالكترون مايكروسكوب. الحته الوحيده بس اللي انت محتاج تضيفها ان انا احتجت ليه الالكترون مايكروسكوب، لان انا بالالكترون مايكروسكوب بشوف بقى فعليا اللي هي ايه، اللي هي الفوت افيسمنت دي، خلاص دوت ما بشوفوش غير تحت الالكترون مايكروسكوب، اقدر فعلا اشوف ان البودوسايت حصل فيها انجري ثرو ذا افيسمنت اوف الفوت بروسيسز بتاعتها، خلاص. طيب بالاميونو فلوريسنس هل بينفع؟ قال لي لا. ليه؟ لان احنا اتفقنا الاميونو فلوريسنس بتحتاج وجود انتي بوديز. طب انا دوت قلت لك ان دوت عباره عن ايه، عباره عن سيل ميديتد، فبالتالي ما فيش هنا انتي بودي انفولفمنت، فبالتالي ما اقدرش ان انا استخدم ضد معايا ايه، معايا الاميونو فلوريسنس، اوكي. دي كده الصوره باللايت مايكروسكوب. فهو بيقول لحضرتك ان السيلز بتاعه البروكسيمال كونفوليتد تيوبيوز they have heavily they are heavily laden with a with lipids، فعشان كده سميتها لايبويد نيفروزس، تمام. يبقى انت لو جيت تبص كده على ايه، على التيوبيوز اللي هي، يبقى ده كده الجلوميرولاي، تمام، ودي كده التيوبيوز اللي حواليه. فانا لو جيت ابص على التيوبيوز فهلاقي ان هي ايه، ان هم موجود فيهم ليبيدز بشكل كبير، تمام، ودوت اللي خلاني اسميها اصلا لايبويد نيفروزس. ندخل على الديزيز الثاني اللي هو فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسس، اوكي. انا بس اهم حاجه نعرفها ان احنا نقدر نفسر الاسم بحيث ان هو يديني هنت للكلام اللي انا هقوله بعد كده في الديزيز، تمام. يعني انا مجرد ما اشوف الاسم كده في حاجه تنور في دماغي مبدئيا كده. خلينا نجيبها زي ما قلنا كده ايه، من اليمين للشمال عشان خاطر نفهم الكلام. قال لي اول حاجه الجلوميرولوسكليروسس، كلنا عارفين مقطع سكليروسس يعني تصلب. طب التصلب ده بيحصل فين؟ في البلود فيسلز. فبالتالي كلمه جلوميرولوسكليروسس معناها ان انا حصل عندي تصلب في الجلوميرولار كابيلاريز، تمام. يعني دلوقتي ادي دي كده الجلوميرولاي اهي، تمام، في دي كده الجلوميرولار كابيلاريز دي، وبعد كده في هنا اللي هي ايه، اللي هي طبعا بيزن تمبرين، وبعد كده البومنس كابسول، صح. طيب انا دلوقتي جلوميرولوس كاليروسس معناها ايه؟ معناها ان انا حصل فيه عندي تصلب في سكليروسس حصلت جوه مين، جوه الجلوميرولار كابيلاريز،
طيب الموضوع ده بقى ممكن ان هو ايه زي اي ديزيز في الكدني، ممكن ان هو يكون فوكل او ممكن ان هو يكون ديفيوز. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي والله فكره فوكل او ديفيوز بتعتمد على المساحه اللي حصل لها انفولفمنت من ضمن الكدني نفرنس. يعني مثلا انا دلوقتي عندي ايه، انا عندي التو كدنيز كل واحده منهم فيها مليون نفرن. لو انا حصل عندي افكشن ل مور ذان 50% من النفرنس اوف بوث كدنيز، في الحاله دي بقول على الديزيز ده ان هو ديفيوز، بدا ان هو ينتشر في النفر في اول نفرنس اوف بوث كدنيز. لكن لو فوكل يبقى ان هو بيعمل انفولفمنت less than 50% of a of النفرنس. خلاص فبالتالي فوكل معناها ايه؟ فوكل معناها ان انا الجلوميرولوسكليروسيس دي هتحصل فين؟ هتحصل في اول نفرنس اوف بوث كيدنيز. قال لي لا، ده هتحصل بس في كميه من النفرنس بتاعه كل كيدني. تمام. طيب يعني ايه بقى سيجمنتال؟ يعني ان انا السكليروسيس مش هتحصل على مدار الجلوميرولار كابيلاري كله. تمام. لا، ده هي هتحصل في بارت بس من الجلوميرولار كابيلاري، اكنه خد سيجمنت بس من الجلوميرولار كابيلاري، هو ده اللي حصل فيه جلوميرولوسكليروسيس. فبالتالي طبعا اثر على ايه؟ اثر على بقيه الجلوميرولار ميمبرين اللي هو تابع ليه. تمام. يبقى احنا دلوقتي فهمنا على فكره هي ديت الحاجات اللي احنا بنشوفها يعني في الباثوجينيسيس بتاعه المرض ده، ودوت اللي احنا بنشوفه تحت لايت مايكروسكوب. تمام. يبقى احنا عرفنا ان احنا نتكلم عنها من مجرد ايه؟ من مجرد بس الاسم. انا عرفت فوكس سيجمنتال جلوميرولوسكليروسيس، يبقى انا دلوقتي حصل سكليروسيس في الجلوميرولار كابيلاريز، والموضوع دوت كان فوكل، والموضوع دوت كان ايه؟ كان واخد سيجمنت بس من الجلوميرولاي مش واخدها كلها. طيب هنا بيبدا ان هو يتكلم على الباثوجينيسيس بتاعتها. الموضوع ممكن هو يبان شويه معقد، يعني ايه؟ يعني مش يعني هي الفرق فعلا الباثوجينسيس بتاعتنا بتبقى موستلي ايديوباثيك، يعني احنا مش عارفين السبب بتاعها هو ايه بالظبط. تمام. بس المهم ان هي سنس ان هي تبع انفروتيك سيندروم، يبقى انا هيحصل في الاخر ايه؟ ان انا هيحصل في الاخر ابيثيليال او اندوثيليال انجري، ودي هتكون اكومبانيد باي ايه؟ باي ان انا انجري حصلت في الجلوميرولار ميمبرين، فزادت البرميابيلتي بتاعته للبروتينز، وبدا ان هو يعمل ليكج للبروتينز. تمام كده. طيب سوري. يبقى انا دلوقتي بدا ان هو ايه يعمل ليكج للبروتينز، فبالتالي سميت ان هو تبع ايه؟ تبع النفروتيك. طيب ممكن بعد كده يحصل فايبر ديبوزيشن، يحصل بروليفريشن ميزنجيو سيلز. تمام. ممكن يحصل مور سكليروسس. اوكي. بس هي الفكره كلها بس ايه؟ في فكره ان انا حصل ابيثيليال واندوثيليال انجري، فدوت بدا ان هو يؤدي الى ايه؟ الى ليكج واكيميليشن بتاعه البروتينز في الميزنجيو ماتريكس. طبعا اهم حاجه، هي دي اهم حاجه عايزه اطلع منها من الديزيز، كلينيكال بيكتشر، بشوف ايه؟ بشوف النفروتيك سيندروم. تمام. احنا المفروض بقى خلاص عرفنا الكلينيكال بيكتشر بتاعه النفروتيك سيندروم. طيب الباثوجينيسيس، الباثوجينيسيس بيقول لك ان هي انون، يعني هو اصلا الحاجه اللي هو كان بيشرحها هنا كانت الباثوجينيسيس، بس هي فعلا انون. ممكن ان انا يعني هي حاجه ترتبت عن النفروباثي، يعني النفروباثي هي حاجه حصلت نتيجه ايه؟ نتيجه البودوسايت انجري، يعني هي عباره عن نفروباثي حصلت نتيجه البودوسايت انجري. هل ممكن هي اصلا تكون بروجريشن للمينيمال تشينج ديزيز؟ واي نوت؟ يعني هي ايه؟ سنس ان هي انون، فبالتالي الموضوع ده ما بيكونش محل سؤال قوي يعني. اوكي. فمهم بقى ان انا اعرف ايه اللايت مايكروسكوبي. بقى تحت اللايت مايكروسكوب بشوف ايه؟ تحت اللايت مايكروسكوب اسمها هو اللي بيفسر لك هي ايه. هي عباره عن فوكال سيجمنتال جلوميرولونيفروسكليروسيس. يبقى انا في الحاله دي عايزه اتكلم بكلمتين، اللي هي فوكال واللي هي ايه؟ واللي هي سيجمنتال. طيب فبالتالي دوت عباره عن ايه؟ ان انا بشوف ان انا تحت الميكروسكوب يعني هيستولوجيكلي بشوف ان انا حصل عندي سكليروسيس، والسكليروسيس ديت افكتد سم تمام but not all the glomeruli، عشان كده سميتها focal. تمام. وان هي كانت involving only ايه؟ only segments of each glomerulus، مش ايه؟ مش affecting الجلوميرولاي الجلوميرولس كله. تمام كده. يبقى انا باللايت مايكروسكوب هو الكلام اللي انا قعدت اشرح فيه. تمام. والصوره دي بتوضحه كويس قوي، ان انا دلوقتي حصل ايه؟ ان انا تحت اللايت مايكروسكوب بشوف عندي الهيستولوجيكال سكليروسيس. طيب السكليروسيس دي حصلت فين؟ السكليروسيس دي حصلت عندي focal وsegmental. focal ان هي ايه؟ focal ان هي اخدت سم من الجلوميرولاي، ما خدتهمش كلهم، وسيجمنتال ان هي اخدت اونلي سيجمنتس اوف ايتش جلوميرولس، ما عملتش انفولفنج ليه الجلوميرولس كله على بعضه. تمام كده. طيب ممكن بقى ايه ان الموضوع دوت الباثوجينيسيس بتاعه الفوكس سيجمنتال جلوميرولسكليروسس ممكن هي تكون سيكندري لحاجات الامراض الثانيه، يعني مش شرط ان هي تكون ايديوباثيك، يعني زي ما احنا كنا لسه بنقول كده من شويه، ممكن هي تكون مثلا نتيجه السيكل سيل ديزيز، حاجه مثلا زي الاتش اي في، حاجه مثلا زي الهيروين ابيوز، اي حاجه من الحاجات دي ممكن هي ايه؟ ممكن هي تؤدي ليه اللي هو فوكس سيجمنتال جلوميرولسكليروسس. ولكن دلوقتي بقى نتيجه ان هي هتيجي اون توب اوف انذر ديزيز، او نتيجه اللي هو البروجريشن يعني او الكومبليكيشن بتاعه انذر ديزيز، في الحاله دي هتكون طبعا ايه؟ سيكندري. اوكي. تمام. ده كده طبعا ايه؟ تحت اللايت مايكروسكوب. هنكمل بقى دلوقتي. عندنا الممبرينس جلوميرولونيفرايتس، ده تالت ديزيز عندنا تبع النيفروتيك سيندروم. فاول حاجه طبعا الكلينيكال بيكتشر لازم اقول ان هو تبع مين؟ ان هو تبع النيفروتيك سيندروم. تمام. طيب الممبرينس جلوميرولونيوباثي، تمام، ده بيحصل عندي بقى وبيكون هو الموست كومن كوز اوف نيفروتيك سيندروم، بس المره دي ان ادلتس. تمام. يعني انا دلوقتي لما كنت اتكلمت على المينيمال تشينج ديزيز قلت لك ان هو ذا موست كومن كوز اوف نيفروتيك سيندروم، ولكن في التشيلدرن. تمام. مينيمال صغنون تشيلدرن. يبقى انا الحاجه الثانيه بقى اللي هي موست كومن ان ادلتس هي مين؟ هي الممبرينس جلوميرولونيفرايتس او جلوميرولونيوباثي. اوكي. الباثوجينيسيس
احنا لو كنا قلناها في الانترودكشن، ولكن نقول تاني ان ديت كانت عباره عن ايه، ان الممبرينس جلوميرولونيفريتس كانت اكزامبل على التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. تمام، ان اللي حصل بكل بساطه ان انا دلوقتي كان في عندي انتيجينيك ستراكشر جوه الجلوميرولاي، وهو ده او جوه البيزن ممبرين يعني بتاع الجلوميرولاي، وهو ده اللي بدا يكون ضده انتي بوديز، وبدات ان هي ايه تعمل اتاكينج لي ويكون اميون كومبلكسز فين في الجلوميرولاي. طب هل هنا الانتيجينز معروفه؟ يعني هل مثلا بكتيريا مثلا او برودكت منها او فيروس او كده؟ قال لي لا، الانتيجين هنا از انون، الانتيجين از انون، ولكن يكفيني ان انا اعرف ان الباثوجينيسيس والسبب اللي بيعمل عندي ممبرينس جلوميرولونيفريتس هو ان انا في عندي انتيجينيك ستراكشر معين موجود جوه مين، موجود جوه الجلوميرولاي او جوه البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولاي. تمام، طيب بعد كده فبالتالي بدا يتكون ضده ايه انتي بوديز وتهاجمه وتعمل اتاكينج دي وتكون اميون كومبلكسز فين، اميون كومبلكسز جوه الجلوميرولاي يعني. تمام، او الجلوميرولار ممبرين، وبدات ان هي ايه تعمل ديبوزيتس، والديبوزيتس دي مينلي بتبقى سب ابيثيليال. تمام، يبقى انا اهم حاجه عرفتها عن الممبرينس جلوميرولوباثي ان هو نيفروتيك، هو الموست كومن تايب في الادلتس، وان دوت ايه، وان دوت الباثوجينيسيس بتاعته ان هو بيكون تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. تمام، في انتيجين انا ما اعرفهوش بس بدا ان هو يتكون ويعمل ايه، وبدا ان هو يكون موجود جوه الجلوميرولاي، فبالتالي الانتي بوديز لما تكونت ضده بدات ان هي تعمل اميون، وبدات ان هي تهاجمه جوه الجلوميرولاي ويكون اميون كومبلكسز جوه الجلوميرولار ممبرين. فين بالظبط؟ ابيثيليان، يعني تحت مين؟ تحت الابيثيليال سيلز اللي هي البودوسايتس. اوكي، ففي الباثوجينسيس بنقول ان هو ان سايتو انتي بودي ميديتد. تمام، against مين بقى؟ against planted antigens، against planted ايه؟ against planted antigens. تمام، هي طبعا type 2 hypersensitivity. طب الانتيجين هو مين؟ it's unknown. بالنسبه بقى باللايت مايكروسكوب، قال لي والله الجلوميرولاي they may appear normal at early stages، يعني عادي في الاول ممكن الجلوميرولاي ما تكونش فعلا ايه شكلها غريب يعني مثلا او كده، بس بعد كده بنبدا ان احنا نلاقي بقى، بنبدا ان احنا نلاقي حصل thickening في الكابيلاري وول. طب ليه حصل thickening بقى في الكابيلاري وول؟ قال لي ان الكابيلاري دي بيكون في حواليها basement membrane، فقال لي ان انا في حصل deposits along the basement membrane منين؟ من الابيثيليال سيلز. طيب عشان خاطر نشرح الكلام ده، تمام، فانا دلوقتي عندي ده كده هو مين، ده كده هو البيزمنت ممبرين، خلاص دي كده هي البودوسايتس، ودي كده الاندوثيليال سيلز، وده كده طبعا ايه الجلوميرولار كابيلاري. اللي حصل هنا ايه؟ ان انا الانتيجينيك ستراكشرز دي بدات ان هي تكون موجوده فين؟ على البيزمنت ممبرين بس من ناحيه البودوسايتس، عشان كده بنقول ان هي سب ابيثيليال. فلما جت الانتي بوديز تهاجمها كونت اميون كومبلكسز فين؟ سب ابيثيليال. سب ابيثيليال يعني ايه؟ يعني تحت الابيثيليال سيلز بتاعه الجلوميرولاي، خلاص، اللي هي من ناحيه طبعا البومس كابسول. المهم ان انا لما حصل بقى دلوقتي سب ابيثيليال ديبوزيتس دي، بدا يحصل نتيجه ليها ايه بقى؟ بدا يحصل عندي ثيكنينج للبيزمنت ممبرين، يعني ان انا البوروسايتس دي بدات ان هي اكنها عماله بتفرز بيزمنت ممبرين. تمام، اللي هي ايه؟ اللي هي طبعا البروتينز اللي موجوده هنا بدات ان هي اكنها عماله بتفرز بيزمنت ممبرين كمان، خلاص. فالبيزمنت ممبرين بقى دوت لما اتكون بقى عامل ازاي؟ قال لي والله بدا ان هو يكون بالشكل اللي انت شايفه ده، ان في هنا كده ايه، ان انا في عندي حاجه اسمها سبايك وحاجه اسمها دوم. يعني ايه؟ يعني ان انا اكن البيزمنت ممبرين ده بيتكون حوالين المكان اللي هو فيه الاميون كومبلكسز، وبيعمل عندي دوم، بيعمل عندي دوم خلاص كده، والاماكن اللي ما فيهاش فبالتالي بيترس فيها بشكل كبير ويعمل عندي ايه سبايكس. فعشان كده بيكون حاجه كاركترستيك جدا 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 للممبرينس جلوميرولونيفريتس هي ايه؟ هي الدوم والسبايك ابييرنس، خلاص كده. وطبعا ايه بيحصل؟ طبعا افيشنت للفود بروسيسز بتاعه البودوسايتس، نتيجه ان هي يحصل فيها انجري بالكلام ده كله، خلاص. فهي ديت عشان كده نتيجة ان انا حصل عندي deposits along الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. تمام، فدوت بدأ ان هو يعمل ايه؟ فالجلوميرولار بيزمنت ممبرين ده ما هو موجود حوالين الكابيلاريز، فبالتالي بدأ يحصل عندي بقى ايه؟ ان يحصل عندي capillary wall thickening. يبقى احنا كده فهمنا اهم الحاجات، ومن الباثوجينيسيس برضو زي ما اتفقنا الموضوع ايه بيظهر عندي، وباذن الله الدنيا كلها تكون واضحة. يبقى ممبرينس الاسم صعب يا جماعه، membranous glomerulonephritis اللي بيحصل هنا هو ايه؟ ان انا في الكلينيكال بيكتشر بشوف ان انا هي نيفروتيك، وهي اكتر حاجه كومن في الادلتس. تمام، بالنسبه للباثوجينيسيس فانا بلاقي ان ده عباره عن ايه؟ عباره عن تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. طيب هل هي الانتي بوديز جوه اصلا من ضمن الجلوميرولار ممبرين؟ قال لي لا، ده بتبقى بلانتد انتيجنز، خلاص. طيب هل الانتيجن ده انا عارفاه؟ لا. طب المهم بقى ان انا لما بيكون اميون كومبلكسز بتكون فين؟ بتكون عندي سب ابيثيليال يعني along الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، بس من ناحيه مين؟ من ناحيه الابيثيليال سيلز، عشان كده بنقول عليه ان هو بيكون سب ابيثيليال. وفي الحاله دي يبدا ان انا يحصل عندي ثيكنينج ليه، او يحصل عندي ديبوزيتس على الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، فيبدا يظهر عندي تحت الالكترون اللايت مايكروسكوب ازاي؟ ان انا حصل عندي ايه؟ capillary wall thickening. تمام، ودي كده طبعا ايه بالالكترون مايكروسكوب بقى لما بيشوفوها. يبقى هنا بقى طبعا الصورتين دولت باللايت مايكروسكوب، انا هنا شايفه ايه؟ انا هنا شايفاها طبعا بالستين العاديه اللي هو الاتش ان اي، لكن هنا شايفاها بالسيلفر ستين. فطبعا اشهر حاجه واضحه هنا ان انا حصل عندي ايه؟ ان انا حصل عندي ممبرينس جلوميرولونيفريتس. عرفتها منين؟ نتيجه ان انا الكابيلاري لوبس ار ثيكند. تمام، الكابيلاريز اهي موجوده عندنا جوه الجلوميرولاي، فطبيعي حصل فيها ايه؟ حصل فيها ثيكنينج للجلوميرولار لوبس. تمام،
حصل طبعا ايه الموضوع دوت prominent but the cellularity is not increased، يعني ما لقيتش مثلا في proliferation لسيلز كتيره. طب هنا بالسيلفر ستين فلقيت ان انا الجلوميرولاي هايلايت the proteins اللي هم موجودين في البيزمنت ممبرين اللي هي الحاجات اللي موجوده بالبلاك، فهي ديت كده ادي دي كده البروتينز اللي هي زادت في البيزمنت ممبرين حوالين الكابيلاريز. تمام، الحاجات اللي انا شايفاها ان بلاك دي كلها واضح جدا ان انا هنا البيزمنت ممبرين اللي حوالين الكابيلاريز حصل فيه thickening نتيجه مين؟ نتيجه deposition of the proteins جواه. خلاص، فطبعا ايه، وطبعا بقى اللي هو الاستراكشر اللي احنا لسه شارحينه هنا، فكره مين؟ فكره السبايكس ان هي بدات ان هي تتكون والدوم. خلاص، فاللي انا بشوفه بقى تحت اللايت ميكروسكوب هو بس مجرد بقى الكاركترستيك سبايكس بشوفها، ودي طبعا بتبقى حاجه مخصوصه جدا للممبرينس جلوميرولونيفرايتس. ندخل بقى على اخر ديزيز ان شاء الله عندنا، هو الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس. برضو احنا كنا اتكلمنا على الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس في الانترودكشن. تمام، الفكره كلها هنا ان دوت عباره عن ايه، ان بكل بساطه ان دوت بيكون عباره عن تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي؟ يعني طبعا هو طبعا بالنسبه للكلينيكال بيكتشر هو ضمن النفروتيك، ولكن بقى خلينا نتكلم على ان انا ممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس مهم جدا جدا افتكر ان هي تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، لان ده هينور لي فكره ان انا حصل عندي ديبوزيشن لاميون كومبلكسز. واضح؟ يبقى انا تاني اكتر حاجه بتميز اللي هي الممبرينو بروليفريتيف، حاجه هخليها تنور كده اول ما اسمع اسم ممبرينو بروليفريتيف، ان انا حصل عندي ايه، ان انا حصل عندي تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، يعني ان انا في اميون كومبلكسز، والاميون كومبلكسز دي عملت عندي ديبوزيشن في الجلوميرولار ميمبرين. طيب الديبوزيشنز بقى اللي هي بتاعت اميون كومبلكسز ديت، يعني انا اصلا كان اتكون عندي في انتيجين وفي انتي بودي بس حصل ما بينهم رياكشن بره الكدني خالص. طب مين اللي جابهم للكدني؟ البلد، وحصل لهم ترابنج انسايد ذا كدني. تمام، احنا كنا متفقين ان هم هيبداوا يعملوا ديبوزيتس، والديبوزيتس دي ايذر هتكون سب اندوثيريال اور سب ابيثيريال او هتكون ميزانجيال. يعني هي يبدا الديبوزيتس دي اصلا هي تدخل عندي جوه مين؟ جوه الميزانجيال سيلز. فقال لي بقى في حاله الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس بيحصل فعلا ايه، بيحصل فعلا الديبوزيتس اللي هي الاميون كومبلكسز تبدا ان هي تعمل ديبوزيشن، او الديبوزيت دي بتكون موجوده عندي جوه مين؟ جوه الميزانجيال سيلز. طيب كنا برضو قلنا النقطه دي ان انا الميزانجيال سيلز او الريزيجوان سيلز عموما اللي موجوده عندي جوه الجلوميرولار ميمبرين لما بيبدا يحصل جواها او يكون موجود اصلا قريب منها اميون كومبلكسز بتبدا الكومبلمنتس ان هي تيجي وتحصل لها اكتيفيشن. فالاكتيفيشن بتاع الكومبلمنتس هنا تبدا ان هي تاكت از جروث فاكتور، والجروث فاكتور دوت يبدا ان هو يستيميوليت ايه، يستيميوليت البروليفريشن اوف السيلز اللي موجوده. فبنفس المنطق هنطبق الكلام ده برضو على الميمبرين بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس. فحضرتك لو جيت تشوف فدوت كده هيكون ايه، هيكون الوضع اللي هو قبل ما يحصل اصلا الباثوجينيسيس، يعني بس بدا ان انا يتكون عندي ايه، ادي هنا كده في اميون اللي هو اميون كومبلكسز، ادي انتيجين وماسك فيه الانتي بودي بتاعه، انتيجين وماسك فيه الانتي بودي بتاعه. هنا بقى انا بتكلم دلوقتي عن ايه، عن تايب 1 من الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس. تمام كده، فتايب 1 بالممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس بتبدا ان اللي هي الانتيجين انتي بودي واميون كومبلكسز دي تبدا ان هي تعمل ايه، تبدا ان هي تعمل ديبوزيتس انسايد الميزانجيال سيلز. فيحصل ايه، فيحصل عندي اكتيفيشن للميزانجيال سيلز ان هي تعمل بروليفريشن. فبالتالي بقى بيبدا يظهر عندي الشكل ده، ان انا ادي الميزانجيال سيلز تبدا ان هي تعمل بروليفريشن. فكره البروليفريشن بتاعها ان هي اكيد هتبدا ان هي تكتر في العدد، بس الحاجه الكاركترستيك جدا ان انا تبدا ان هي تطلع عندي اكنها بروسيسز كده، والبروسيسز دي تبدا ان هي تدخل عندي جوه البيزمنت ممبرين، تبدا ان هي تكستند كده جوه البيزمنت ممبرين، ودوت اللي بيسبب فيه سبليتس. تمام، يعني احنا هنا حتى بنقول ان اهم حاجه اللي هي اللايت مايكروسكوب بشوف ايه في ايه في حاله الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس، هي فكره رقم واحد ان حصل بروليفريشن للميزانجيال سيلز. الميزانجيال سيلز ما كانش دوت شكلها طبيعي وما كانش ده عددها الطبيعي، لا ده عملت بروليفريشن بشكل كبير جدا. بس الفكره الثانيه هي ايه، ان انا بلاقي فيه عندي حصل سبليتس في البيزمنت ممبرين. طب السبليتس اللي حصلت في البيزمنت ممبرين دي حصلت ليه؟ طبعا ثيكنج وسبليتس يعني. طب ده حصل ليه؟ نتيجه ان انا الميزانجيال سيلز بدات ان هي تطلع عندي ايه البروسيسز او الانكلوجنز بتاعتها بتوين الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. تمام كده؟ تمام. طبعا ما تبقاش ميزانجيال سيل واحده، بتبقى الموضوع بيبقى كبير على مدار ايه، على مدار طبعا كل على مدار طبعا كل الجلوميرولاي بقى ايه، وعلى مدار اللي هي الكابيلاريز بقى والبيزنت ممبرينز كلها. فبالتالي لما تبدا بقى تشوفها تحت اللايت مايكروسكوب فانت بتلاقي ايه، بتلاقي اكنك بالظبط اللي هي الميزانجيال سيلز دي داخله كده جوه وعامله سبليتنج في البيزمنت ممبرين. فبتلاقيها مديه ايه، مديه شكلها شكل اللي هي الترام تراك ابييرنس، اللي هي اكنها شكل اللي هي يعني ايه، اللي هي خطوط السكه الحديد يعني. اوكي، دوت اللي بشوفه تحت اللايت مايكروسكوب. يبقى انا اهم حاجه بنلجا لها في الممبرينو بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس، حتى من اسمها بروليفريتيف، ان انا حصل عندي ايه بروليفريشن في حاجه ضمن الجلوميرولار ميمبرين اللي هي مين، اللي هي المفروض الميزانجيال سيلز. خلاص، وعرفنا ان دوت كان عباره عن ايه، ان هو كان عباره عن تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، ان كان نتيجه الديبوزيشن بتاعه اميون كومبلكسز جوه الميزانجيال سيلز. فبالتالي بدات ان هي تستيميوليت ان يحصل فيها بروليفريشن، وبدات ان هي طبعا تعمل عندي ايه ثيكنج وسبليتنج، او يحصل سبليتنج في البيزمنت ممبرين. نتيجه مين؟ نتيجه ان الميزانجيال سيلز انكلوجنز بدات ان هي تدخل عندي جوه الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. لا،
ده كده ايه شكلها لما بنبدا ان احنا نشوفها تحت اللايت مايكروسكوب، وده كده ايه ودوت كده اللي هو الاميونو فلوريسنس. فهو طبعا دي كده الصوره بتاعت النورمال تمام، لكن هنا طبعا الصوره بتاعت مين، بتاعت اللي هي الثيكن بقى كابيلري وول طبعا. واكيد هنا بلاقي بقى فينا انكريس سيلولاريتي، ما احنا اتفقنا ان انا حصل بروليفريشن اصلا للجلوميريال الميزينجيا سيلز، فطبيعي ان انا تبدا ان انا يحصل عندي انكريس سيلولاريتي او هايبر سيلولاريتي يعني از يو ويش تمام. اللي هي طبعا اختلفت عن ايه، عن النورمال جلوميرولاي، وده اللي انا بشوفه بالاميونو فلوريسنس. بشوف ايه بالاميونو فلوريسنس؟ بشوف ان انا حصل عندي اللي هو يعني الموضوع بقى ايه بقى طبعا، ففي طبعا ديبوزيتس يعني نتيجه وجود اللي هي الاميون كومبلكسز. وطبعا الموضوع هنا بيبقى ايه، بيبقى جرانيولر تمام، ما هوش لينير يعني تمام. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا ما تهاجمش مثلا في حاله يعني زي ما قلنا بقى في الاول ان هو مش حاله مثلا زي الجود باسور سيندروم ان انا كان اللي هي البيزنس ممبرين نفسها هي اللي بتتهاجم، لا ده انا هنا بهاجم الاماكن او اللي انا الاميون فلورسنس بينور على الاماكن اللي موجود فيها اميون كومبلكسز، وديت اللي هي طبعا بتكون خاصه بايه اكتر حاجه طبعا دي الميزينجيا سيلز تمام كده. ودي طبعا صوره للممبرين بروليفيرتيف جلوميرولونيفريتس برده تحت اللايت مايكروسكوب، بيوضح جدا جدا الايه الاوفر اول سيلولاريتي مين للميزينجيا تمام. ودي اللي احنا الكلام اللي احنا عمالين بنقول فيه من الصبح، ان انا حصل عندي ايه انكريز في البروليفريشن بتاعه الميزينجيا سيلز. فلما هاجي ابص على الجلوميرولاي عموما هلاقي ان انا في حصل فيه هايبر سيلولاريتي، وطبعا اشهر نوع من السيلز اللي هلاقي حصل فيها بروليفريشن عالي هي مين، هي الميزينجيا سيلز. هنا بقى طبعا ده عباره عن ايه، ده عباره عن يعني ملخص كده ليهم كلهم اوكي. بيلم الحاجات تقريبا والحاجات المهمه اللي موجوده فيهم، يعني اوصي جدا جدا بالجدول ده ان هو فعلا عامل هايلايتس على الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نعرفها في كل مرض منهم. فيعني ايه يعني نبص عليه بصه كده كويسه، وبكده الحمد لله احنا نكون خلصنا المحاضره. انا حاولت قدر الامكان ان انا ما اسيبش الحاجات المهمه نعمل هايلايتنج عليها ونبدا ان احنا نفسرها كده بحيث ان هي تكون يعني ثابته في دماغنا بشكل ما. ما تنسونيش من صالح دعائكم، وربنا يوفقنا كلنا جميعا يا رب. وما تنسوش اخواتنا في فلسطين بقى طبعا من دعائكم، والنهارده يوم الجمعه ففي ساعات اجابه، فربنا يعني يعيننا ويعينكم يا رب ويوفقنا يعني لتعطيه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.